باش نعطيك بعض معلومات على الكلاس موين في تونس ولا التوانسة كيفاش عايشين اليوم. عندنا 17% من العائلات التونسية لا تستهلك اللحم الأحمر تماما. بطبيعة الحال باش يولي بالنسبة للأبيض، بالنسبة للأبيض يستهلكوه تقريبا معدل 2 كيلو في الشهر. باهي عندنا 47% من الشهارة في تونس ما بين نهار 12 و13 يوليو ديزارجونتي، ما عادش عندهم فلوس يعملوا على كارني العطار وهلوما جرا. عندنا تقريبا 30% من التوانسة ما ينجموا يعيشوا كان كي تكون نساهم تخدم. وعندنا 68% من التجار واصحاب المهن الحرة والشركات الصغرى اساسا ما يعيشوا كان بالقروض البنكية اللي هي بهوامش كبيرة توصل ساعات 12% وتكلهم الهوامش التجارية. في الاخر بالكل نجم نقول لك حاجه اللي هي معناها غريبه شويه، اللي احنا عندنا اليوم 47% من موظفي الدوله فقراء.